راقي استاذ الجيولوجيا والموارد المائيه بجامعه القاهره دكتور عباس، اهلا بيك. اهلا استاذ شنودة، تحياتي لحضرتك وكل المشاهدين الكرام. اهلا بيك يا فندم. ايه اللي حصل في اثيوبيا دكتور عباس، وهل ده بيحصل كل سنه ولا المره دي كان في تاثيرات، وهل له علاقه بصد النهضه من بعيد او من قريب؟ هي الانزلاقات الارضيه بتحصل في اثيوبيا كظاهره طبيعيه وفي اوقات كثيره، ولكن بيكون ضحاياها أعداد قليلة، فهذه الحالة لا يعلن عنها، لكن هذه المرة من الأعداد وصلت يعني أكثر من 229، وبالتالي يعني أصبحت يعني نالت اهتمام إعلامي كبير. لكن الطبيعة الإثيوبية هي مليئة بالانهيارات الصخرية، لأن إثيوبيا دولة جبلية وبتسقط عليها أمطار غزيرة، وهذه المياه بتأتي من أعلى الجبال مندفعة وبكميات كبيرة، وبالتالي بيبقى فيه تساقط لكتل صخرية وفي انهيارات. وهناك بعض المناطق، وخصوصا أن هذه المنطقة اللي حصل فيها الانزلاق هي منطقة تتبع الأحدود الإفريقي. أيوة، والأحدود الإفريقي بيمر بإثيوبيا مسافة أكثر من ما يقرب من 1000 كيلو، والأخدود منخسف يعني تحت مستوى سطح البحر بأكثر من 125 متر، وخرجت جبال على الأجناب. هذه الجبال هي اللي بتسقط عليها الأمطار، ولما تبقى الأمطار غزيرة الجبال فيها طبقات صخرية مائلة يعني منحدرة، لما تسقط الأمطار بشدة هذه الطبقات بتشرب مياه وبتتقل في الوزن، وبما انها مايله فبتنزلق، فبالتالي هناك الكثير من القرى والمباني البسيطه، لان هذه المباني كلها ناس فقراء، فبيحصل انزلاقات باستمرار، ويمكن هذا يعني عمل او ظاهره بتحصل سنويا ولكن باعداد مختلفه، بالضبط زي ما عندنا لما نقول في رياح معها اتربه بالنسبه لمصر، احنا دوله صحراويه يبقى عندنا المشاكل بتاعتنا معظمها رياح خمسين او اتربه او لا. في بالنسبه لاثيوبيا لا، انهيارات صخريه. اثيوبيا الدوله رقم واحد في العالم في انجراف التربه. انجراف التربه هنا معناه ان امطار غزيره بتاتي من اعلى الجبال وتشيل معاها كل ما هو على سطح الارض، سواء اراضي زراعيه او غيره، كل ده بيتشال مع مياه الفيضان. فهذه يعني ظاهره طبيعيه في هذه المنطقة، المنطقة دي منطقة الأخدود الإفريقي، هذه البيئة مختلفة عن البيئة اللي بينشأ فيها سد النهضة. سد النهضة موجود في بيئة أخرى مختلفة، ما هواش بقى فوق الجبال، لا، سد النهضة على الحدود السودانية بالنسبة لإثيوبيا تحت الجبال، لكن بالنسبة للسودان هو أعلى من السودان ب 350 متر. هذه المنطقة ما فيهاش الحدود الإفريقي لأنها بتبعد عن الحدود الإفريقي بحوالي 500 كيلومتر، وفيها نوعية أخرى من الصخور ومشاكل أخرى جيولوجية، وبالتالي يعني في البعض اللي بيعايز يربط ما بين هذه الانهيارات وسد النهضة، لا، ده بيئة وده بيئة مختلفة خالص، والمسافة بينهم أكثر من 500 كيلومتر. لكن سد النهضة مش معناه أنه في منطقة آمنة، لكن لديه مشاكل من نوع آخر، من نوع مشاكل في التربه بتختلف طبيعه التربه هنا عن هنا. بالضبط، دي لها مشاكلها وهنا لها يعني عند سد النهضه ما يحصلش انزلاق لطبقات، لان ما فيش طبقات. اللي موجود الصخور اللي موجوده في منطقه سد النهضه هي صخور ناريه وجبال وبراكين، دي ما فيهاش طبقات تنزلق، لكن فيها كتل صخريه تنهار، كتله تنزل من فوق الجبل زي ما حصل في الدويقه. بس في الدواية احنا لو عندنا امطار كان ممكن المقطم ده انتهى كله. ايوه، لو عندنا امطار غزيرة، لكن ما عندناش امطار فين وفين على ما كتلة من على الحواف انها تنهار بفعل الجاذبية. فاذا هذه ظاهرة بتحدث في اثيوبيا او بتحدث في كينيا، في كل الدول اللي بيمر بها الاخدود الافريقي اللي عمل جبال على الجانبين، وهذه الجبال بطبقات وفيها امطار غزيرة.